مقدار الاسبوع، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون بيتخللوا مباراه وديه، حتى الان هتكون مباراه وديه لسه مش عارفين مع مين، ممكن يبقوا مباراتين على حسب طبعا الجهاز الفني ورغباته يعني ومدى افاده الفريق من خلال المباريات الوديه بالتحديد. الاهم بقى بالنسبه لي تصريحات الكابتن محسن صالح النهارده، واتكلم فيها عن بعض الاخبار المغلوطه اللي بتتقال سواء عنه او عن النادي الاهلي بشكل عام، وتحديد لجنه التخطيط للكره بالنادي، يعني هو رئيس هذه اللجنه. هو الراجل اتكلم قال ان اي كلام بيتقال على لسانه في الصحف ده مش حقيقي، وهو ما اتكلمش مع اي حد بخلاف قناه النادي الاهلي، طلع حلقتين ورا بعض عندنا في برنامج سهره مع، وقال كل التصريحات انا قلتها في البرنامج ده. تطرق كمان لموضوع ان مفيش اي طلبات جت من المدير الفني، وان احنا ما رشحناش كمان كلجنه تخطيط اي لاعبين للجهاز الفني، والمدير الفني هو اللي ليه الحق انه يختار احتياجاته، واحنا بنحاول ان احنا نلبي له هذه الاحتياجات، ويكون في راي تشاوري ما بينهم سواء لجنه التخطيط او كجهاز فني. ده جزء مهم جدا في الحقيقه. ليه بقى؟ لان احنا على مدار الفتره اللي فاتت كنا بنقول لحضراتكم في بعض الاخبار اللي بتيجي معانا كده، ودايما بنستعرض لحضراتكم كل جديد النادي الاهلي في الصحف، والبعض كان يقول لك خلاص فايلر طلب مهاجم، فايلر عايز مدافع، فايلر هيعمل كذا، فايلر طالب كذا، وكنا بنقول لحضراتكم مفيش اي طلبات رسميه وصلت من فايلر حتى الان للجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي. مفيش اجتماعات كمان حصلت، كابتن محسن صالح قال ان قريبا ممكن يبقى في اجتماع، لكن حتى الان مفيش اجتماعات ما بين لجنه التخطيط للكره والجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. تصريحات مهمه جدا من كابتن محسن صالح، وهتخلينا ان احنا ايه نركز في الاخبار اللي بتتكتب في الجرايد، وحضراتكم اكيد تركزوا فيها لان بعضها بيبقى اجتهاد، وده طبيعي وحق كل صحفي ان هو يجتهد، لكن دايما احنا بنحاول ننقل لحضراتكم الصوره بالشكل الاصح، وده دورنا دائما.